اعزائنا متابعي المربع نت لاخبار السيارات اليوم نقدم لكم كشف وكيل هيونداي شركه المجدوع للسيارات الراعي الرئيسي لنادي الفتح عن المفاجاه الخاصه بشريكها نادي الفتح والتي اعلنت عنها مؤخرا باهداء حافله فتحويه من طراز هيونداي تم تصنيعها بمواصفات تقنيه عاليه وبمميزات خاصه بفئه في اي بي اهدتها لنادي الفتح من منطلق الشراكه فيما بين الناديين فيما قدمت المجدوع ايضا هدايا للجماهير الفتحويه الحاضره وهي عباره عن عشره اجهزه ايباد من جانبه قدم رئيس نادي الفتح المهندس عبد العزيز العفالق شكره وتقديره لشركه المجدوع للسيارات الراعي الرئيسي للنادي على هذه المفاجاه الرائعه من قبل المجدوع معتبرًا ذلك غير مستغرب على هذه الشركة المميزة من بداية تعاملها مع النادي وهي تعمل باحترافية عالية فيما يخدم مصلحة الطرفين. أخيرًا لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك في قناة المربع نت ليصلك كل يوم آخر أخبار السيارات.